زيد تاعنا يموت وعك يهدر قائد الجيش يجيبوا له الورد والنوار والورد والياسمين. واش يا خوتي مشنا في دار حفافه؟ رانا مشنا عند الحفافه، راه قائد جيش لو لازم يكون مجرد. ايش النوار والروز وحده حمراء وعرس؟ عرس راح يصدر قريب يجيه الاخر يدير له الحنه كيما هكا. والله يا شيخ لا تدارش يا خوتي. لاجونس هذه انا قلت ونزيد نكرر وناكد ان النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليده رؤيه تاع حمايه المواطن. باينه فيه ما كيكذبش ياك اودي عبد المجيد مونديلا الله يعمرها دار وصافي. اجي اجي نتاكدوا من هذا الكلام هذا واش بصح ولا كذوب، نضحكوا شويه مع الدوله الساحقه الماحقه ونشوفوا بصح واش هما افضل منظومه صحيه ولا عبد المجيد مونديلا كيعرقها ويسكي واللي جا قدامه كيقولوا. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ديبي مع بعض الفيديوهات اللي تبين لنا الوضع في الجزائر يا خاوتي، ومن بين هذه الفيديوهات حنروحوا لاكبر سبيطار في الجزائر مصطفى باشا، يعني اللي نشوفوا مازال يتقدم الله يبارك ومازال يتطور. يعني الشعب الجزائري راهم نخين وكما نقولوا احنا بالعنبي، يعني ما هم شبعين وراهم ما شاء الله. راي الجزائر الجديده باقيه وتتطور. نروحوا نشوفوا هذا الفيديو بعد هنا الاخ من مصطفى باشا المستشفى، تفضل. ايوا خليها خليها باك تخرج. كاينش وين تخرج؟ اه كاينش وين تخرج. هنا دوك هنا نضربها، حاول تشملها، شوف نضربها. شوف كاينش وين تخرج؟ لا لا ما رايحه مور في جيدا، انت خليها نضربها هنا وحده. هاي هاي باك تخرج. هاي الحلوفه تعدي فيا تعدي فيا. هذا هو مصطفى باشا. ايش ما طبك؟ شفتوا يا خوتي من ولينا نترو طبات في المستشفى في الغرفة. هي ملاحة باش يعني يقول لك حتى نفسيا المريض ما يقلقش، صافي كيقولوا يجيبوا له بلاي ستيشن ولا حاجة يجيبوها له اون 4 دي اكس تما بعدها ولي يلعب بها ويجري ورا الفار في يجري وراه حقيقة وضرب. يعني راك متصور خل هذا منين جا؟ لكان وجد لهذا المكان تما راهو معفن وهذا سبيطار. بصح فوباك نوريوها خاوتي سينو من بعد يشوفونا تعرف يضحكوا علينا. مش لازم نقولوا الحقيقة، لازم نقولوا احنا لاباس بينا. سبيطار في الغرفة والكارلاج وهكا سما كلش. والله ما مسكين المواطن الجزائري يستاهل سلطة تحترمه أكثر منك يا أخي. يعني كي تشوف هاد لي زيماج أنا مادا بيا نقول تبون أختك من أوكرانيا والسودان وأختك من جميع الدول العربية، إلتا برك بالطوبات برك يا ولدي رجلي لهم برك سبيطار بلا هاد الأمور. على الأقل العبد كي يروح يخلي أثر في الدنيا هادي، يقول على الأقل والله هي شهدنا له أنه رجع السبيطارات هك. هذا في العاصمة يا خوتي. عاديك الوزير السابق قال من الأفضل نريبوه ونعود ونبنيوه خير، لأنه كاين سكان فيه، يعني كاين بعض الكائنات. الله يجيب الخير يا خوتي، الله يجيب الخير. ما نعرف كيف دركا راح ما نعرف كيف تعلق ولا راح تحكي دركا. هذا المريض جاي داوي ولا جاي يجري وراء الفار ولا جاي؟ لا حول ولا قوة. زيد احكي احسب الميكروبات والخماج وداك الكل كيفاه، اسكو تنيتواي اسكو يعطيو له شومبرا اخرى اسكو. خلاها على ربي برك، حنا كيما نقول لك عايشين بقدرة ربي. ها وحكمها خوتي وها بصباط وزيد يا من. ربي يسر يا ربي. جا عندها يد واحدة قاعدة تضرب من حديد في شكون؟ في هاد المواطنين. شوفوا الاخ بوزيزة يا خوتي اليوم ونشوف الصورة تيعو مع المحامي تيعو. هذا الشاب الخلوق اخوتي، هذا من ذوي الاحتياجات الخاصه وراه السلطه الجزائريه راح تعرفوا بها السلطه الرجال. صح ضربت بيد من حديد واليوم تم التماس 3 سنوات سجن في حقه. نعم اه تحسب تبون راقد لا تحسبوا غافل على البلاد، يضرب بيد من حديد في الضعفاء امساك. هذا يهدد في استقرار البلاد، يا حصر على البلاد. هذا
قاعد يحرض هذا مخوف السلطة وتهدوا بثلاث سنوات سجن باش يركح. هذا يا سلطة مخوفكم؟ هذا الشاب الخلوق، هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يا خواتي، حراكي، هذا مخوفكم يا سلطة؟ تما والله طيحتوا لنا النيفو فوق اللازم، تما عد عيب علينا ان ننتقدوا سلطة كما هذه يا خواتي. تستحي حتى انك تحكي عليها، عادي كنتفهم بعض المتصلين يقولوا مازالكوا تحكيوا عليهم، مازالكوا تما واش قاعد انت، ما تستاهلش خلاص تحكي. خايفين من هذا والعداله اللي اسمها عداله والقاضي ولا ما نعرف شكون انا النيابه تلتمس ثلاث سنين في حق هذا الشاب، ما يحشمش تما السيد كي يهدرها؟ ما تجيهش هكا شويه عيب هكا ولا يستغفر ولا يقول لها جماعه وعليه ثلاث سنين؟ واش دار؟ فهمني ما هي الشيء اللي يقدر يدير. وهذا ديما ندعيوا له بالخير ونقولوا ربي يعوضه ان شاء الله افضل من هذا، وان شاء الله راهو تما مسكين يعني الوظائف تاعو يعني كانسان عادي يعني ربي سبحانه شاء القدر تاعو انه تكون يعني ما يقدرش يديرها كامله كانسان، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش كان بعض الحركات. الحمد لله العقل والقلب مازالوا حارين، لكن بعض الوظائف فكيف هذا الشخص اللي ما يقدرش يدير وظائف يهدد لك البلاد؟ واش من اكت راح يدير لك اللي يستاهل تعطيه ثلاث سنين؟ لك حتى صوته مسكين يكون يهدر صغير. من وهم خوفكم الله اعلم، لانه العداله اصبحت لا بصر ولا بصيره، ما عم بالهاش بالنسبه لها، تقرا برك بالك ما شافوش، حتى شافوه اسمه برك حق هذوما اللي في الله ليست اعطيوهم ثلاث سنين وديروا لهم كذا، راهم يهدروا في الفيسبوك، راهم حراكيين، اعطيه الحس. ما عم بالهمش يا خالتي بالك، امبوسيبل القاضي يخزر مع هذا الشاب ومن صحانيه وجهه يطلب ثلاث سنين، مصيبة. إن شاء الله براءة على كل حال مع الضغط ومع المحامين ومع ربي سبحانه طبعا جل وعلا، إن شاء الله نسمعوا خبر. ولكن أنك تعطيه ثلاث سنين بالك ما عملش حتى وش في الملف قال لك أعطيه وبرك باش تخوفه ولا. لكن أعلموا باللي شنقريحة يا خوتي راهو ماشي يعني يحكي على السياسة، راهو تعدى أمور يعني سما شفناه في السبور، شفناه في دخل في أمور خاطية خلاص. وأنا البارح برك لما لو البارح عفوا لما دار خطاب تاعو يحكي عن مع الطلبة تاع الأكاديمية، فنورمالمون يحكيو تكتيك، نورمالمون يحكيو عسكر، نورمالمون يحكي جيش. اسمع وش قاعد يحكي لهم، تفضل أخويا المخرج. هو السهر على ألا يكتفي الضباط الدارسون بالفترات التعليمية والتكوينية المقررة، وإنما أن يتحلوا بالرغبة الجامحة والقوية في الإثراء المستمر لرصيدهم المعرفي المتخصص والعام، سواء من خلال المطالعة أو من خلال استغلال التجارب الميدانية المعاشة. ذلك أن المدرسة الحقيقية هي مدرسة الحياة المهنية والعملية. مدرسة الحقيقية هي مدرسة الحياة المهنية، هذه تنمية بشرية خلاص خافتي، ولازم المطالعة ولا تكتفي بالدروس في المدرسة وروح لازم طالع الكتب. ما بقيناش في العسكر تسمى السيد صاير أنا في أرو اللي يكتب له قاعد يدير في دروس تاع تنمية بشرية، كيف تنجح في حياتك؟ ما تعودش غير على القرايه، لازم تقرا كتب ولازم تتعلم من الدنيا. شغل العنقه قاعد يغني لك باللي اقرا للزمان عقوبه وتتعلم من الدنيا طيح ووقف يا شيخ، راهم قاعدين يتمك خرجوك خلع المهام. القائد يجي يحكي على الجيش، على الحرب، على السلاح، على الحدود، على الامن، بوان بار. ما يقدرش درك يدخل لك حتى في المطالعه، لازم تطالعوا الكتب وتتعلموا من الدنيا يا وليداتي. تسمى الصادق الكبير، احنا بكري كان عندنا واحد يحكي بالبرنوس يقول الصادق لك تسمى ولا تسمى يحكي تلمو عليه يا خاوتي، تلمو كل يوم خطبه وديسكور، كل يوم كل يوم كل يوم صاي من وقت القايد صالح وهما المادة 106 والانتخابات، وتجي التشريعية يحكي على التشريعية، وتجي قفة رمضان يحكي على قفة رمضان، وتجي ما نعرفش الاقتصاد، وتجي البيلون يحكي على البيلون، وتجي قانون المالية يحكي على قانون. صحيح
ولا يحكي في امور نورمالمون الورقه هذه بالك السيد غلط جاي مدها لتبون مدها ليه كل يهضرها تبون تخرج عليه. لكن هو كقائد جيش بزاف زدت يعني يموت وعك يهضر قائد الجيش يجيبوا له الورد والنوار والورد والياسمين واش يا خوتي مشنا في دار حفافه رانا مشنا عند الحفافه راه قائد جيش لو لازم يكون مجرد ايش النوار والروز وحده حمراء وعرس عرس راح يصدر قريب يجي الاخر يدير له الحنه كيما هكا والله يا شيخ ما تدارش يا خوتي اون ديريك ناس ما يعرفوش داخلين عليها ما تدارش حنا نهضروها ربما بطريقه هكا لكن كي يهضرها علي بالحاج في المهام يقول لهم عيب عليكم وهذا تعدي ويجيب له حديث على الرسول على الامانه وحديث على المسؤوليه وحديث فتبين لهم هي تهديد جيبوا 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 اخويا اللي راح ينوض لنا تاع الناس 14 شركه يخدموا لي باتري كل راح يقفلوا كان الشركه هذيك اللي تنتج نصف مليون بطاريه تخيل شي عجب كبار الشركات ما نتاع وهران راح تقفل خدامه دوما كل وين يروحوا قفلوا يا خاوتي وين الاقتصاد والاقلاع الاقتشاف وعلاها تبون كل ما يجي عام جديد اليوم الاقلاع اليوم الاقلاع اليوم الاقلاع السمانه الجاي العام الجاي سي بون هذاك الاقلاع اليوم مش غير الاقلاع اليوم رانا نفلوط رانا بلانيو اليوم رانا صاي هي الشركات قاعده تغلق مدراء قاعدين يتحدوا في الخدامه هذا كل ما كانش ماتير بريمير لانه تبون حبس الاستيراد وخلطه اقتصاديه دار واحد الخلطه هكا زعما باش ينقصوا ويكتبوا باللي احنا نقصنا الاستيراد وعندنا انتاج هما نقصوا الاستيراد وغلقوا الشركات صدق او لا تصدق خلينا من حكايه شنقريحه ولا هاي شنقريحه تحب تحكي على الاقتصاد هاي الشركات قاعده تكولي واحده وراء اختها وهذه العهدة الأولى تاع تبون تسمى بسم الله وبادي برك جماعة ويطلع برك في يده مازال بيلون كاتاستروفيك أخوتي كي تسمعوا يحكي في الحوارات أنت تقول لي ستارت أب ودرنا لي ستارت أب ورايحينك هو الوزير تاع ستارت أب في ذاته راهو في الحبس تاع الشركات الناشئة هذيك راهو مرمي في الحبس بتهمة الفساد والشركات هي قاعدة تغلق واحدة وراء أختها واللي مش قاعدة تغلق مسكينة راهي تطلع في الروح راهي في سكرات الموت راهم يشاهدوا لها بالعقل يا شيخ زيد شهر برك ها مجمعة كل رامي سنو في لابي ما كانش يعني ما كان من البداية أي خطة ولا استراتيجية اقتصادية ماشيين عليها ماشيين عبو زهرون المهم لما سوارد وأنجكتي الوزارة الدفاع وشري سلاح ودير مناورات وفلقها ودير استعراض في 1 نوفمبر وفي 5 جويليا وقول باللي تو فابيان وحنا قوة ضاربة وشركات راهي تغلق في بيبانها كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات تفرجوا عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما المغرب